الله المكان نور والله. بس الريكوردات بتتبعت فين؟ ايه؟ بتتبعت الريكوردات بتتبعت فين؟ الجروب الواتس؟ ايوه يا حبيبي، انت مش في جروب واتس؟ لا لا. طب كلم ميس ايه هتحطك في الجروب. طيب ماشي مستر. ده مين؟ عبد الرحمن؟ عبد اللطيف يا مستر. عبد اللطيف. عبد اللطيف ايه؟ خميس يا مستر. لطيف خميس عبد اللطيف صح؟ اه عبد اللطيف خميس. ماشي. النهارده بنكمل يونت 3. طبعا الواجب لذيذ، كان عندنا فيه فاست سيمبل، فعايز اوضح بس افكر الناس شويه حاجات بسيطه عن البوت سيمبل. البوت سيمبل هو مرايه البريزنت سيمبل. يعني ايه؟ كل اللي بنتكلم او كنا بنتكلم عليه في البريزنت زي مثلا الفاكس، فاكس دي حقائق حاليه، هابتس عادات حاليه في البريزنت سيمبل، ريجولر اكشنز برضو احداث منتظمه في الوقت الحاضر. كل الكلام ده لو اتنقل للماضي احنا هنروح على طول نجري نستخدم باست ايه؟ سيمبل. ففي البريزنت سيمبل احنا كنا بنعمل ايه؟ كان في الاول فيرب تو بي، ده بيستخدم للوصف او ذكر الاسماء، يعني اقول لك ايه؟ جيفنج انفورميشن، ادي معلومات، هيز ا دكتور، هيز ا تيشر، هيز هابي، الكلام ده كله. كان بيبقى ام اور از اور ايه؟ ار. طب مرايتنا في الباست ده بيتحول لووز او ايه؟ او وير. ده بالنسبه لفيرب ايه؟ فيرب تو بي. طيب بالنسبه للافعال، احنا الافعال كان عندنا مع الضماير اي وي يو وذي ما نعملش حاجه، نحط الفيرب مصدر زي ما هو. اختلف البروناون هي شي اور ات، برضو ما بنعملش حاجه غير الا ان احنا نزود اس للايه؟ للفيرب. تمام، اس للايه؟ للفيرب. كان من ضمن الكلمات، كان من ضمن الكلمات اللي احنا بنستخدمها ظروف التكرار يا ساره، زي always sometimes وهكذا. الكلمات ديت كلها برضو انا ممكن استخدمها في الباست سمبل، اقول لك فلان كان معتاد على فعل شيء، كان دائما يفعل الشيء ده في الباست، هستخدم برضو الكلمات دي. يعني لما نقوله لما كنا بنروح الشاطئ we sometimes flew، كنا بنطير طيارات، we flew ايه؟ kites. احيانا we sometimes flew kites. فيها مشكله ديت؟ طيب في حاله النفي كنا بنعمل ايه؟ didn't مع اي فعل مصدر. ده في الباست سمبل. في البريزنت سمبل كنا بنعمل ايه؟ don't مع مصدر و doesn't مع ايه؟ مصدر. ماشي، اللي ده هو ولكن ده didn't والتاني don't و ايه؟ و doesn't. كلمات الداله في الباست سمبل ايه؟ اي كلمه تدل على الماضي، مش شرط يجيب لي كلمه، ممكن يجيب لي جمله، يعني يبين لي يقول لي ايه؟ when يقول لي he was in London، لما كان في لندن، ويقول لي كوما he not many places. ويجيب لي الاختيارات visits. واحد يقول لي طب نستبعد الاول، لما هتستبعد visiting ليه؟ مفيش قبله verb to be، مفيش am ولا is ولا are ولا الكلام ده، يبقى ده مش هينفع. واستبعد كمان visit، لان يعني بنحط s مع مين؟ مع هي، لو دي فعل بس. اتبقى لي اختيارين visits و visited، الاثنين صحيحين. ده في حاله ان مفيش الجمله دي. الجمله دي لو مش موجوده اختار الاثنين صح، انما الجمله ديت موجوده. يبقى انا كلامي هنقله ايه؟ past. يبقى انا اختار مين؟
rested وقلبي مطمئن rested. ماشي يا سلمى غايبة اونلاين. سلمى حضرت؟ ايوه يا مستر. ازيك يا سلمى؟ الحمد لله. اونلاين ليه يا سلمى؟ ما حصل لي ظرف فما عرفتش اجي. ماشي يا سلمى. نيجي بعد كده نشتغل بقى الشغل بتاعنا. لما اجي اقول لك ايه خدنا قبل كده برضو ستوب، قلنا ستوب ده حالتين. يا عزيزي يا ابني ركز معايا. ستوب اجيب بعده فيرب ايه؟ اي ان جي، يبقى هو توقف نهائيا. تمام؟ ده حد بيغرق. ستوب فيرب اي ان جي، اقول لك ايه؟ هي ستوبد رايتنج، هو توقف عن الايه؟ الكتابه. He stopped writing. He stopped معايا منا. He stopped writing. إنما أقول لك إيه؟ هو بطل شرح مثلا، عايز أفتح الباب، يبقى أقول لك كده I stopped to open the door. يبقى أنا عملت زي pause كده. توقف لحظي، توقفت عن حاجة علشان أعمل إيه؟ حاجة تانية. He stopped و to ومصدر. Stop و verb ing. حبيبي في إيه؟ stop وverb ايه؟ ing. ده توقف نهائيا عن فعل الحاجة. خلاص كده؟ واحد بطل خلص الأكل، لذلك he stopped ايه؟ eating. he stopped eating. في مشاكل كده شباب ده؟ طيب نيجي بعد كده عندي، احنا قاعدين في مكان اهوت، ده place صح؟ يطلع بقى كوفي، يطلع هاوس. المهم بعد place انت بتلاقي حواليك ايه موجود؟ streets صح؟ بعد سبحان الله ستريتس تكبر شويه تبقى دي فيليج. فيليج اللي هي قريه، قريه بقى جنبها كم قريه كده فبقت ايه؟ تاون. التاون كبرت شويه وبقت مهمه وناس مزدحمه، يبقى ديت ايه؟ سيتي. السيتي بقت كذا سيتي مع بعض فممكن تشكل لك جوفرنريت يعني محافظه، يعني ستيت يعني ولايه. تمام؟ ماشي. ومحافظة ولاية ممكن ايه كمان؟ كابيتال. ممكن السيتي دي تتحول لايه؟ كابيتال للبلد اللي هي العاصمة. طيب كذا مدينة من دولت بتحول لي ان هي تودي، او كذا جوفرنريت بتوديني لكلمة كونتري. كونتري اللي هي ايه؟ البلد. طيب كذا بلد مع بعض بيكون حاجة اسمها يونيون. يونيون يعني اتحاد. تمام؟ او بيسمينا ريجن. ريجن اللي هي اقليم. اقليم اقليم. تمام؟ طيب كذا اقليم. في حاجه بتضحك في الاقليم يعني؟ يمكن انا في، يمكن اقليم اللي هو ايه؟ ريجن. احول الجمع او يعني كذا اقليم مع بعض فده كون لي ايه؟ كونتيننت بقى. كونتيننت. كونتيننت اللي هي القاره. كذا قاره مع بعض ده حضرتك ذا وورلد وير وي ليف. الورلد وير وي ليف، حيث نعيش. هل حضرتك بتعيش في الفضاء؟ يبقى ذا وورلد هل يوجد فيه سبيس؟ لا. خلاص؟ طب خرجنا بره السبيس. احنا بنتكلم كده عن حاجة. طبعا ذا وورلد ليها كلمه مرادفه ليها اللي هي ذا جلوب. ذا جلوب برضو، جلوب برضو تتقال اللي هو ايه؟ عالم. يعني بدل ذا وورلد شيلها وحط ايه؟ جلوب. مفيش مشاكل. خرجنا بقى للفضاء وضمينا الكون ده، فبقى في حاجه واحده كده اللي هو زي ايه؟ يونيفرس. اللي هو الكون بقى اللي هو احنا فيه جزء منه. خلاص؟ طيب خلي بالك من كلمه ا كونتري اللي هي بلد. ا كونتري وذا ايه؟ ا كونتري. طبعا كونتري دي بلد، ده كونتري ده اللي هو الايه؟ الريف. ممكن تبقى ده country A side برضو ده country أو ده country side. ما فهمش مشكلة. ماشي يا كيتي؟ أنت كيتي أمتى؟ ها؟ سمعتي؟ طيب نيجي بعد كده. رفعت معايا رفعت؟ أه مستر معاك. ماشي. النت ظبط؟ وانا قاعد على الباق دلوقتي بس والله النت خلاص مالونا هيجي لكم بكره. هيجي لكم بكره؟ طب ابقى خليك في البيت.
تروحش هنا ولا هنا عشان الراجل يظبطه بقى. ماشي يا شباب. نيجي بعد كده بقى كلمة برايد وكلمة براود. أقول لك كده، برايد ده الفخر، يعني عايز أقول نحن نفخر بمصر، يبقى أقول لك كده we take the pride in Egypt. We take the pride in a Egypt. يعني نحن نفخر، مش بناخد الفخر. take هنا مش هترجمها ياخذ، هترجمها على بعضها كده take a take the pride. take the pride in Egypt. نفخر في مصر. اللي هي equals يا حبيبي we are proud of Egypt نفسها. احنا فخورين بايه؟ مصر. او we بص كذا طريقة لموضوع الفخر ده. We are proud to be Egyptians. أن نكون إيه؟ مصريين. يبقى كل ديت معناه أن أنت تحمل الفخر لإيه؟ مصر. We take the pride in Egypt. We are proud of Egypt. We are proud to be a Egyptian. طب لو أنت شايف واحد كده ماشي بفخر، ماشي بفخر، فيا ترى نقوله he walks proudly or proudly مع ذكر السبب give reason proudly or proudly مفيش حاجة ايه؟ برد يا مستر؟ برايدلي؟ لا برد برايدلي 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 ايوه يعني اختار مين؟ برايدلي احنا يا جماعه اتفقنا ان سلو صفة جاء منها ايه؟ slowly. فلما اقول proud فخور يبقى وبرايد اللي هو الفخر يبقى اقول we walk proudly بقى زي slow slowly زي happy happily يبقى بنزود ال ly لمين؟ للصفة. بنزود ال ly للصفة. طب مين في برايد وبراود هي الادجكتيف؟ proud يبقى نقوله كده صح، دي اللي صح. He walks proudly. هو يمشي بإيه؟ بفخر. صعب ده؟ طيب بص سيبي يا بابا سيبي يا بابا. دلوقتي عندنا دواء. دواء يعني إيه؟ مدرسة. حضرتك بتروح لدكتور. دكتور ده يعمل حاجة من اتنين. طبعا غير إكزامن والكلام ده. يا إما جيب مدرسن يا إما prescribe medicine. prescribe مش describe. prescribe medicine. ماشي؟ طيب فبتروح يعني الدكتور بيعمل ايه بالدواء يعني؟ بسكرايب يعني ايه بقى بسكرايب؟ يوصفه يعني يوصف يدي روشتة. تمام ولا ايه؟ تمام. طب انت فهمت جيف؟ اه جيف هل يعطيك الدواء في ايدك يعني بيقول لك خد يا ابني الدواء ده؟ لا هو بيكتبه لي انا نروح نجيب يكتب الدواء يبقى ده جيف ايه؟ جيف ميديسن هو يقول لك نوع الدواء. فالمفروض حضرتك تيجي بعد كده حد بيكون عامل الدواء ده ميك ايه؟ ميك ميديسن. طيب الصيدلي اصل الصيدله طبعا ان انت هو اللي بيصنع الايه؟ الدواء. طب واحد يقول لي بس الصيدلي دلوقتي بيبيع بامبرز وبيبيع مش عارفه ايه وبتاع مش شغلته. اه حبيبي هو بيبيع دلوقتي يعني اتطورت شويه بقى في العمليه ان هو الحاجه جاهزه قدامه من الشركات بتجيله فبقى ان هو بس مجرد ايه؟ سيل ايه؟ ميديسن. وفي بعض الصيدليات تعمل وصفات يبقى يا اما سيل ميديسن يبيع الدواء اللي عنده او يصنع لك دواء ميك ايه؟ ميديسن
طب تيجي حضرتك انت بقى ايه على طول، ها تيك ايه بقى؟ تيك ميديسن، انت بقى اللي بتاخد الايه الدواء ده، تيك ميديسن. يبقى عندي الثلاث افعال دول بيجوا مع ميديسن على حسب انت في انهي مرحله. الدكتور اللي يوصف لك يبقى ده بريسكرايب او جيف ميديسن. انت حضرتك الصيدلي بيصنع لك الدواء يبقى صيدلي يعني ايه؟ كيمست. كيمست طبعا هي جايه من كيميائي، كيميائي، كيمياء اصلا جايه لغه من الاصل لغه عربيه. تمام؟ كيمست ده الصيدلي، او فارمست. فارمست، فارمست احط لها ابوستروف اس، اي واحده من الاثنين دول اصبحت المكان اللي هو الصيدليه. تمام؟ يبقى كيمست صيدلي، فارمست صيدلي، حط ابوستروف اس للاثنين، ده الصيدليه. ماشي؟ طبعا كلمات كتيره مشتقه من اللغه الايه؟ العربيه. منها كيمست ديت، فارمست مثلا، لا عندي كمان ياما ياما حاجات ياما. ما اقول لك رايس، اللغه العربيه اقدم من الانجليش، ياما اقدم ياما. لما اقول لك مثلا كيف، كيف يعني كهف، فانت تعرف لا يبقى دي اصلها عربي. ما اقول لك رايس، اوروبا ما فيهاش رز اصلا، تمام، يبقى دي كلمه ايه عربيه قديمه رايس. لما اقول لك اصلا كلمه ووتر، ووتر يعني ايه؟ الماء. زمان كان العرب يطلقون على المياه مطر، مطر ووتر، مطر ووتر ده اصلها. شوجر ما كانش عندهم سكر، احنا اللي ودينا لهم، يبقى ده ايه؟ كان اصله سكر. خلاص. الارقام نفسها وان، واحد، نمبر، نمره، 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 نمبر، دي من عندنا برضو، يعني اللغه بتاعتهم الاساسيات ديت من عندنا. يعني كل الكلام ده مستر مشتق من اللغه العربيه؟ اه لاين ليس، لاين ليس اصل كلمه اسد، هي ليس مش اسد، مش اصلها، اصلها ليس. ها لاين عندك حاجات ياما بقى، ياما يعني ما تقعد. المهم نيجي بعد كده كلمه دلوقتي يا حبيبي، احنا رحنا عملنا اوردر بيتزا، خلاص كله طلب. ايوه طلبنا اوردر ايه؟ بيتزا. كله دي جاب الحاجه، قال لك دي ب 50 جنيه، ماشي يا عم، حط قد فيها انجريدينتس مثلا كده 8 كيلو مثلا جبنه بقى بتاع اي بدنجان اللي بيحطه. فانت قلت لا انا ده ما عايز حاجه زياده، يبقى انت كده هتعمل ايه؟ سبيشال، ها اوردر اللي هو طلب، ها مميز، طلب ايه؟ مميز، سبيشال اوردر، سبيشال اوردر. طيب اجي اكلمك واقول لك يا ابني حصل كذا كذا، يقول لك انت هتفضحنا يا مستر، هتفضحنا. ليتس توك ان برايفت، برايفت، توك ان برايفت يعني ايه؟ ان برايفت في، ها او الخصوصيه يعني في الخاص، زي ما ان بوكس، كلمني ان بوكس. برايفت، 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 بي ام، برايفت مسج، بي ام، برايفت، اس بي ام، سند برايفت مسج، رساله خاصه. مستر دونت توك ان بابليك، ان بابليك يعني ان بابليك في العام، في حاجه العموم الناس يبقى ديت بابليك، حاجه خاصه يبقى ديت ايه؟ برايفت، انما حاجه مميزه يبقى ديت ايه؟ سبيشال. تمام؟ مش كل حاجة مميزة يعني، ماشي. نيجي بعد كده. هيلثي وهيلثي. طبعا ربنا يعني ايه يدينا نعمة الصحة. صحة يعني ايه؟ هيلث. صحة يعني هيلث. طب اللي عنده مشكلة كمبيوتر يعني ايه؟ كمبيوتر، حلو؟ طيب
اللي عنده مشكله في الكمبيوتر بيقول ايه؟ كمبيوتر ها بروبلم، يبقى جاب كلمه كمبيوتر حط بعدها ايه؟ بروبلم، بقت المشكله خاصه بالكمبيوتر. طيب دلوقتي لو انا عندي مشكله في الصحه ساعتها اقول يا هاني هيلث ايه بردك؟ بروبلم. اه يبقى انا ممكن استخدم كلمه هيلث كاسم بمعنى صحه، او هستخدمها صفه حاجه متعلقه بصحه الانسان. صحه الانسان تمام؟ انما لما اجي اقول لك healthy اه بتكلم ايه بقى عن الايه؟ الفود healthy، او كانها صفه بقى عاديه اقول لك ده راجل يعني صحي تمام صحته حلوه يبقى healthy health he's healthy he's healthy تمام؟ healthy food healthy food اديك جزره واقول لك كلها it's healthy for you it's healthy for you. ولكن هتفتح بعض الكتب هتلاقي ان يقول لك ايه؟ health food health food، وكتب ثانيه تقول لك healthy food. طب ايه الفرق؟ اقول لك انا؟ اقول لك ايه الفرق؟ اقول لك ايه الفرق؟ لما تيجي تتكلم عن منتجات الالبان بصفه عامه، هل فيها حاجه مؤذيه؟ مش هي بتقوي العظام؟ ومش عارف ايه وايه وايه وبروتين والكلام ده كله، فساعتها اقول عليها health food. الاصل بتاعها ان هي health ايه؟ food، مفيد للايه؟ للصحه. مفيش ضرر منها. health ايه؟ food. انما لما اديك فاكهه، جزره، سناك، اقول لك اتس ايه؟ healthy وخلاص، يعني دي صحيه. بعيد عن الزيت والكلام ده. يبقى لو بتكلم عن الصنف الاكل الكبير، الشجره الكبيره اصلها، ساعتها اقول يا احمد health food. health food. انما اتكلم عن ايتم معينه، جزر، فاكهه، خضار، الكلام ده كله، اتكلم اقول عليه ساعتها healthy food. ماشي؟ اتكلم عن الوجبه ان هي صحيه، الاكل مغسول وتمام وبتاع، جايبينه من مكان نظيف، ساعتها ده healthy food. تمام؟ اللي هو فيه صفات اللي تشترطها الصحة. تشترطها الصحة. ماشي. طبعًا عندي بقى ويلث. ثروة. ويلث اللي هي إيه؟ ثروة. ويلثي. ثري. غني. غني. ويلثي. ماشي. اخر حاجه معانا في حلقه النهارده تاني كده بعض الكلمات بيشو تعامل معامله الايه؟ المفرد. يجي يقول لك ايه؟ my hair is curly is a curly is curly. يبقى هنا hair مع ان انت كذا شعره يبقى ديت ايه؟ لكن يعامل معامله الايه؟ المفرد. أقول لك today's news today's news أخبار الإيه اليوم is terrible مثلا. لما أجي أقول لك إيه money your money isn't enough يبقى أستخدم معاملة الإيه هنا كده. isn't enough ليست كافية isn't enough تعامل معاملة المفرد. ولكن يا أنس ساعات يقول لك أنت كده هتبقى قاعد مثلا معاك الحاجة عاملة لك سلطانية شوربة تمام حد بياكل يلاقي شعراية في الأكل كنفت أوي 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 شعراية ساعتها أقول إيه؟ I found إيه؟ ها؟ a hair انت ما لقيتش حد حالق في البتاع انت لقيت بس ايه ها شعرايه فساعتها ممكن تجزى ساعتها انما في حد عنده شعره واحده لا تقول لي لا مش يبقى اي فاوند ا هير دي في حالات يعني ايه نادره لقيت اكل ماشي لو ايه سوري 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 بس يا حاجه ها يا ابني بس مفرد يعاملوا معامله المفرد
ماشي يا شباب. برضو المواد الخام مثلا المشروبات زي كوفي، بمعنى ايه؟ قهوه. بس لما تيجي تطلب واحد قهوه هتقول له كاب يعني، يا اما تقول له كاب اوف ايه؟ كاب اوف كوفي، او جيف مي كوفي، كوفي. تمام، يبقى ديت ايه؟ فنجان ايه؟ فنجانين كوفيز، تو كوفيز. خلاص، بس ما تروحش تقول له بقى شاي وشايين بقى وبتاع، ها؟ جيف مي ا تي، وخلينا واقفين عند دي. نيجي نكمل. نيجي بقى بس. وي هاف، تعالى بقى نحل كده. خلاص بقى، خلاص بقى، خلاص، هي مستوى غبائها خلاص. بيج كام يا ابني الهوم ورك؟ 63. الهوم ورك كان كام؟ 59. 59. حلينا ديت اللي 58 ديت. مستر معلش يا مستر، انا ما جبتش الملزمه، هنيجي ناخدها النهارده. طيب تنور، نحل ده. ايوه صح، ده انا لسه هزعلك تاني. They ate the museum last، وحليناه 12. طيب نبتدي اونلاين. مريم فراد اتفضلي. No he didn't visit. طبعا انا استبعد الاول visited، مش هتنفع، انا عايز مصدر، يبقى went مش هتنفع. طب اتبقى لي go واتبقى لي visit. طبعا go عايزه حرف جر اللي هو ايه؟ to. يبقى هي visit صح. 13. ريتاج مع حضرتك يا مستر. تبقى هات مستر. ايوه يا حبيبتي، بس انت ايه قلتي ايه؟ انا قلت هات هات. سمعتها هاف، سوري. طبعا when did you have؟ يبقى we had في الانسر. ماشي. روهاندا was the ship sank because there was a terrible storm. لابسين زي بعض وبينفوا مع بعض يعني ده ايه ده يا اختي ده؟ was 15. how is your holiday روفان؟ was How was your holiday؟ طبعا ما تنفعش ديد يا جماعه، مفيش ديد، ده holiday، مفيش verb action. ماشي يا دكتور. In 1999 جانا هنداوي. يا جانا ليكي شهاده هنا وشوكولاته حمضت. تمام يس. In 1999 he is the number one chess player in the city. Became 17. عمرو تامر. طب نكمل البنات الاول، معلش يا عمرو. سلمى سلمى. ايوه قولي يا سلمى. زي A و B. A و B. هو ايه الفرق لما اقول they were married يا كيتي، ولما اقول they got married؟ ممكن يكون طلاق. They were the married، ممكن اقول كانوا متزوجين، اللي هو دلوقتي ايه؟ Now they aren't.
Now they aren't. إنما they got married يبقى دي اتجوزوا بقى. خلاص؟ ماشي البنات قالت كده. يلا يا عمرو اتفضل. أيوة مستر هتبقى won. He won. رفعت. She. أنا مستر مايك. مستر. معاك يا حبيبي ما أنت اللي هتجاوب. Started. Started. تمام عبد اللطيف. Who's يا مستر؟ إيه؟ Was. Was. ماشي. Was born in. نبيل. Yesterday we went. لا وين باولينج على طول اللي هو رحت اللي هي البولينج دي مستر انا ما قلت مي ساجا سوري يا ساجا قولي يا ساجا اي لسن تو ميوزك اند رود رود قولي كمان يا ساجا اي ديد يو ريد يا هبه انت وهي بس وير ديد وير ايه ايه البنت وقعت من على الكرسي باين انت يا ساجا ها ايه مستر مع حضرتك قولي انت قلتي وير ديد انا قلبي اتقبض معلش ثانيه واحده ثانيه واحده انا عصابه انا راح وانت تشيليني الشله وتخليني استنى ماشي لك معايا ار يو ما هي ما ينفعش تبقى ار لان في الاخر لاست اكزام جميل تبقى انت ها ما تبقى ايه ووز وير 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 ازاي وير ازاي لا انت قلتي وير ديد انت قلتي وير ديد يبقى انا اسف ايوه يا حبيبي ايوه يا حبيبي ايوه يا ماما لاست اكزام الامتحان الفائت يا ماما الامتحان اللي عدى يا ماما وير يو ريدي لو قال لك الامتحان الجاي يبقى نكست اكزام يا ماما ذا لاست وير يو ريدي للامتحان الاخير اللي عدى فورتين فورتين يلا يا سارة he didn't help when he was young he sometimes watched I lay 2 hours ago منذ ساعتين رود جود هيقول لك يا ماما فور ذا فاينل اكزام بس امال ايه Two hours ago. حدث انتهى. الحدث انتهى. الحدث انتهى. فجيبوا بط سمبل عادي. We have يلا يا جودي. قولي يا حبيبتي we some health problems تمام health problems two doctor the doctor gave me some medicine our furniture حنين is
يعامل معاملة المفرد. جانا nurses wear a special uniform. Special. جوجو I am proud of. I'm proud of. المصريين بقى القدماء وعادتهم في الماضي. We know ancient Egyptians, we know how ancient Egyptian doctors helped their patients because they wrote down. ايه ده؟ طب ما كان قال because they wrote. خلاص wrote ده اللي هو كتب، انما write down يعني يسجل عشان بعد كده يبقى ايه مرجع. دي رايت ايه داون، زي ما انت تكتب حاجه ورا المستر كده يبقى دي رايت ايه داون. رايت داون they wrote down their ideas thousands of years ago. The body. Ancient Egyptian doctors. Ancient A. Egyptians ولا Egyptian؟ Egyptian. Ancient Egyptian doctors. Doctors هي اللي تتجمع. Ancient Egyptian doctors. ها؟ غلطة، تشيل اس. عندك ايجيبشن؟ بجد والله؟ يبقى انا ها؟ باس؟ طيب امال ايه اللي عنده من غير اس؟ جلال. Ancient Egyptian doctors understood that the heart pumps blood around the body. هما كانوا بيعتقدوا المفهوم بتاعهم ان الدم فعلا بينضخ عن طريق ايه؟ عن طريق القلب. بس مع ذلك بقى they used however ومع ذلك ناخدها المرة الجاية. However they used to think that the heart also pumped air to our lungs. هما كانوا بيعتقدوا ان احنا بنتنفس الهواء يدخل اول على القلب بعد كده يملى الايه؟ الرئه، يعني المسار بتاعه كان البق بعد كده القلب والايه؟ والرئه. مش الانف والفم على طول على الرئه، لا ما كانش عندهم كده. كان القلب ده بالنسبه لهم هو بص كل حاجه. قلب الانسان ده. المخ كانوا بيرموه حتى في التحنيط، كان يفتح الراس ويرمي الايه؟ المخ دي مالهاش لازمه، ودي حته حشيش مالناش دعوه بيها. يجي جاي يرميه. However, they used to think that the heart also pumped air to our lungs. They were also the first people to understand some of the things the brain does. كانوا يعني فاهمين أو قدروا يفهموا، هم كانوا الأوائل في ده، إن هم يفهموا بعض الحاجات المخ بيعملها. But they didn't know how important it was. قالوا يعني ده مش حاجات مهمة أوي. ليه؟ لأن هو كان الدين عندهم، فالرحلة بتاعتهم بتقول القلب هو اللي هيتحاكم، يبقى مين الأهم عندهم القلب ولا العقل؟ القلب. Doctors used to use سبحانه used to use كانوا معتادين ان ايه؟ يستخدموا plants to help people. كانوا بيستخدموا نباتات to help people with burns. طبعا people who suffer from burns بيعانوا من الحروق. And to stop infections. ويوقف الايه؟ العدوى. يغلي شويه حاجات كده ويقول لك خد اشرب دول هيخلوك 100 100. We still لا زال عندنا بعض الحاجات دي برضه بس بنتعاطاها. We still use some of these. اللوتس ده عارفين اللوتس ده؟ زهره اللوتس يقول لك مصر كانت ده حشيش محل. والله كان بيعملوا كده بيبخروا في المبخره وبتاع الدخان بتاعه ده كان يخليك تبني اهرامات بصراحه. هو ما بنوش اهرامات غير الا بالكلام ده مثلا. والله ده العلم اللي بيقول كده، ده كان عندهم دي اللوتس دي دكتورز. وفي نبات تاني برضو ده مجرد اصلا ما تقرب له بيطلع ريحه البنج، وبرده الماده الفعاله في البنج هو بيستخرج منه البنج، بس موجود صحراوي ده.
Doctors used to use plants to help people with burns. البنج بتاع العمليات. With burns and to stop infections. ولإيقاف العدوى. We still use some of these plants today. They also knew how to mend broken bones. بيعرفوا يصلحوا العظام الايه؟ المكسوره. طبعا دي مش عمليه سهله. الكلام ده من 7000 سنه. فاهم؟ من 7000 سنه. And sew cuts. ويخيط ايه؟ جروح. But they didn't use to know everything. ما كانوش عارفين كل حاجه. For example, they used to make medicine from animal eyes. يعني من الحاجات بقى كانوا يجيبوا عين الحيوان ويصفوها ويقول لك خد يلا اشرب دي عشان انت عينك وجعاك. اترحمت من الحاجات دي انا بيه مثلا دكتور مثلا اترحمت من الحاجات دي شربك مثلا عين خروف مثلا. They used to think that كانوا متعودين ان هم يعتقدوا that an animal's eye help people. كانت بتساعد الانسان الناس. Who couldn't eat, see. الحياه بقى في مصر الايه؟ القديمه. لما كنا فراعنه. Life in ancient Egypt was different today to today. Was different to today. Different to today. Different to today. المرة الجاية هجيب. Different to today. كانت مختلفة عن الايه؟ اليوم. مش different from. الحياة different to today مختلفة عن الايه؟ اليوم. Poor children didn't used to go to school. ما كانوش متعودين ان هم يروحوا ايه؟ مدارس. تلاقيهم بلابيس في الشارع كده بيجروا على طول. But children from rich families من العائلات بقى اللي هي الغنية لا كانوا بيودوا بقى. Used to start school when they were about seven. لما كانوا عمرهم 7 سنين كي جي 2 كده. ابدأوا يروحوا المعبد بقى. المعبد لانجوج سكول. When they were at home, children used to enjoy playing games. رفعت انت لو معاك مفتاح الزوم يا رفعت مش هتدخل وتطلع كده. ده لو بيتكم مش هتطلع وتخرج كده. However, they used to leave things inside the house. كانوا بيسيبوا بقى حاجات جوه الايه؟ لا سوري احنا قرينا دي. When older parents died. لما كان بقى الحاج الفرعون او الحاجه تموت يسيبوا البيت البنى لمين؟ للرجال للولاد الصبيان. الحاجات بقى اللي جوه البيت مجوهرات فرش عفش اي حاجه من ديت دي بتخص الايه؟ البنت. When older parents died, they على السن هي متجوزه بقى في بيت تاني خلاص. When older parents died, they used to leave their houses to their sons. However, they used to leave things inside the house such as مثل jewelry and furniture to the daughters. مجدي يعقوب. King of Hearts. We should all be proud of Magdi Yaqub. He was born in 1935, but the family used to travel to many places, because his father was an important doctor. هو كان بابا دكتور كمان. هي تقريبا يعني هو بيقول يعني في مذكراته ان هو اللي هو عمه تقريبا او خاله توفت وماتت مريضه بمرض في القلب. فهو من يومها وهو حاطط قدامه تشالنج ان هو يبقى دكتور ايه؟ قلب. مجدي also became ازاي تقول مجدي كده يا كلب؟ سير مجدي also became a doctor before. Also became a doctor. وقف. ارجع لان دي جمله جديده بقى معاها جملتين رابط وجملتين جداد. فما ينفعش اقرا كده زي العبيط كده اقول مجدي also became a doctor before he stopped working in 2000. غلط. ده الجمله دي علاقتها بالجمله الثانيه. علاقتها بدي. طب واللي هي مجدي also became a doctor تكمله للي فاتت دي ان ابوه كان دكتور مشهور او مهم فبالتالي هو رفر بردك بقى ايه؟ دكتور.
Before he stopped working in 2001, he used to work in a special hospital in London, near Harvard. At this hospital, Magdi used to help to give people new hearts. كان بيدي لهم ايه؟ قلوب. انا بدي لايكات. ايه؟ قلب عمليات وكده جراحات. هو بيشيل قلب ويحط قلب فعلا، ده اللي بيحصل. Literally ده اللي بيحصل. بس طبعا ده حاجات معقدة يعني. For the first time. ايوه. ايه؟ ده كان أول مرة يبقى فيه إنجاز كده يعني. إن هو يبقى فيه موضوع إن أنا أنقل قلب. Before the 1980s, people with heart problems often died. كانوا دايماً بيموتوا. الثمانينات دي كانوا الطفل عادي. يعني أنا أعرف واحدة والله ميت لها ست عيال نتيجة مرض في الإيه؟ في القلب. العيال يوصلوا لغاية ست سنين أو سبع سنين خلص على طول. إيه؟ أنا ستي كان عندها 14. طيب ما هي كده برضه. Magdi Yaqub started a charity for ill children in Aswan. Very ill children didn't used to live long lives. ما كانوش بيعيشوا حياة طويلة. But many ill children can now live healthy lives. زمان عشان كانت القوة العاملة هي المهمة، فكانت موضوع ان هم يجيبوا عيال كتير. القطعة دي ما فيهاش حاجة. Research يعني بحث. Some research هنا بحث. Did طبعا do a school project. Do يا منة do a school project اللي هو يقوم بعمل ايه؟ مشروع مدرسي. Countryside اللي هو great grandfather اللي هو الاسم الكام في اسمك بالكامل. الرابع خلاص اللي هو والد ايه جدك بقى الله يرحمه. For example when there was an earthquake يعني disaster كارثة emergency طوارئ health emergency طوارئ صحية متعلقة بالصحة. Look after. كانوا 64, 65, 60. لا بس كده. استني افتكر. هنقول دلوقتي كلمات ده 5 و 6 بيج كامل هم من 64 ل 66 اللي على الجرامر ده مش عليك ها اللي هي يوز تو دي مش عليك لغايه 66 نقدر تفضلوا يا شباب